السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم خالد بخاري. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. شقتنا لليوم هي ثلاث غرف الصالة بنظام دوبلكس داخل مجمع، أكثر مجمع ناجح، مجمع فيستا. طبعا مجمع فيها جميع الخدمات، سواء نظام سيكوريتي، نظام الأمني، عندنا مسابح مفتوحة ومغلقة، وعندنا ألعاب الأطفال، عندنا حمام تركي والساونا، وأيضا عندنا صالة رياضية مغلقة. طبعا المجمع فيها ما يقارب 200 شقة، ونشوف الشقة مع بعض. أعزائي المشاهدين، إحنا الآن داخل المبنى. طبعا قبل أن ندخل للشقة، هنا عندنا دواليب الأحذية زي ما أنتم شايفين. هذه هي الشقة رقم واحد زي ما أنتم شايفين. خلينا نشوف الشقة من الداخل. طبعا ما شاء الله باب الشقة استخدموا فيها الخشب. تفضل معنا. هذه هي المدخل زي ما أنتم شايفين. على يدنا اليسار دولاب الأحذية الله يكرمكم، أو دولاب الملابس كمان. على يدنا اليمين هنا المطبخ، ما شاء الله تبارك الله، المطبخ ما عليه أي كلام زي ما أنتم شايفين. هنا عندنا الغاز، وعندنا الشفاط، والفرن ما شاء الله متناسق مع الدولاب زي ما انتم شايفين. الالوان والمواد اللي استخدموه، التخشيب اللي استخدموه ما شاء الله يعني جميل جدا. طبعا هنا عندنا بلكون مفتوح مع الحوش زي ما انتم شايفين. هذه هي حوش الشقه. بعدها خلينا نشوف الصالة. طبعا قبل لا نروح الصالة، هنا عندنا على يدنا اليمين حمام كرسي زي ما انتم شايفين، يعني بتشطيب ما شاء الله فاخر ورائع جدا. طبعا الشقة فيها نظام سكيورتي، نظام أمن عالي زي ما انتم شايفين. بعدها ما شاء الله هنا عندنا الصالة زي ما انتم شايفين، اللمبات الصالة وديكورات الصالة ما شاء الله متناسقة وجميلة، ومساحتها كمان ممتازة جدا ما شاء الله. طبعا عندنا هنا الصالة يطل على الحديقة. زي ما انتم شايفين يمديكم تشوفونها من هنا. والآن عندنا هنا الدولاب، هذه تفتح باللمس زي ما انتم شايفين. هنا عندكم خزنة صغيرة ممكن تستعملوا فيها، تحطوا فيها أدوات الكهرباء. والآن خلصنا من الدور الدخول، خلينا نشوف الدور الأول. طبعا ما ننسى نذكر لكم انه نظام التدفئة زي ما انتم شايفين نظام دوار غاز او الكومبي. هنا على يدنا اليمين عندنا غرفة اطفال فيها البلكون. طبعا البلكون مشترك مع الغرفة الثانية. هذه الغرفة الثانية، تفضلوا معنا خلينا نشوف البلكون كمان. الغرفة ما شاء الله مساحتها ممتازة للاطفال، تفضلوا. هذه هي البلكون مشترك مع غرفتين. أول ما نطلع من الغرفة أمامنا عندنا الدولاب، نستخدم فيها، نحط فيها ملابسنا أو أي شيء يذكر في بالنا. هنا عندنا التواليت أو الحمام الله يكرمكم. بعدها نجي للأهم، غرفة النوم زي ما انتم شايفين. هذه هي غرفة النوم. غرفة النوم ما شاء الله مساحتها ممتازة جدا، وفيها المخزن، مخزن الملابس زي ما انتم شايفين. طبعا المخزن لها باب خاص يمدينا نفتحها او نقفلها، يعني
الشكل الخارجي راح يكون مثل الدولاب. أعزائي المشاهدين، الآن خلصنا من الشقة زي ما أنتم شايفين، ما شاء الله يعني جميع الشقق ممتلئة داخل المجمع. من أهم ميزات المجمع باصات مدرسة تمر من المجمع، وباصات اللي تودينا إلى مركز المدينة أيضا تمر من المجمع. وفي ختام الفيديو لا تنسوا تصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وإذا عندكم أسئلة أو استفسارات ممكن تسألونا في التعليقات أو تتواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب، ولا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك وإعجاب بالقناة. دمتم في أمان الله.